السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة مستر سيد التعليمية لشرح دروس اللغة الإنجليزية. هنستكمل معاكم سلسلة قصص اللغة الإنجليزية للأطفال، والنهاردة معدنا مع القصة المقررة على الصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، مالاكس دريم. مالاكس دريم يعني حلم ملك. دي القصة بتاعتنا، تعالوا نبدأ فيها مع بعض. تعالوا نبدأ القصة. بيقول لي this is Malak. This is Malak. اللي في الصورة عندنا دي بنت اسمها ملك. She loves teaching. She loves teaching. هي بتحب التدريس. She wants to be a teacher. هي تريد أن تصبح معلمة. When she is older، عندما تكبر. يبقى القصة بتاعتنا بتتكلم عن البنت اللي في الصورة دي اسمها ملك، وهي بتحب التدريس وعايزة تبقى معلمة لما تكبر إن شاء الله. الصورة التانية، ملك can't hear well. بس ملك ما لا تستطيع إن هي تسمع كويس، مش بتسمع بشكل كويس. She wears a hearing aid. عشان كده هي بتلبس هنا زي ما احنا شايفين في ودنها سماعة. سماعة بتساعدها ان هي تسمع بيه. That helps her to hear better. السماعة دي بتساعدها ان هي تسمع كويس. Sometimes Malak feels sad. في بعض الأوقات بتشعر بالحزن. Because some children can't understand her. لأنه في بعض الأطفال مش بيستطيعوا إن هم يفهموها. She wants to be a teacher. عشان كده هي عايزة تبقى معلمة. She can help people understand. ولما تبقى معلمة هتساعد الناس إن هي تفهم بعضها. Picture number 3، الصورة الثالثة. ملك goes to a special teacher. ملك راحت عند مدرسة خاصة. The teacher shows ملك how to read lips. المدرسة دي علمت ملك ازاي ان هي تقرأ الشفايف. Now ملك can see what people say. وبعد كده اصبحت ان هي تستطيع تقرأ الناس بتقول ايه من خلال قراءة الشفايف. انا لو واحد بيتكلم قدامي ومش مطلع صوت، ممكن من خلال حركة الشفايف اقدر اعرف هو قال ايه. ملك is very kind. ملك دي طيبة جدا. And likes playing games with her friends. كانت بتحب تلعب الألعاب مع أصدقائها. She talks to them. وبتتكلم معاهم. They can understand her because they learned sign language. هم بقوا يستطيعوا ان هم يتكلموا مع ملك عشان هم تعلموا لغة الإشارة. لما يكون حد مش بيسمع كويس انا ممكن اكلمه بلغة الإشارة. ملك talks to her mom. ملك كانت بتتكلم مع مامتها، بتقول لها I want to be a teacher when I am older. أنا عايزة أبقى مدرسة لما أكبر. Her mom says، مامتها قالت لها إيه؟ You can work hard. You can go to a university to be a teacher. أنتي لازم تجتهدي وتذكري عشان تقدري تدخلي الجامعة وتصبحي معلمة. You are very clever. أنتي ماهرة جدا. You can help deaf children. انت هتقدري تساعدي deaf children اللي هم الطلبة اللي ما بيسمعوش كويس. You can help all children to understand each other. انت ممكن تساعدي كل الطلبة انهم يفهموا بعضهم، الطلبة اللي ما بيسمعوش والطلبة اللي بيسمعوا. Malak wants to speak to all deaf people. ملك كانت عايزة تتكلم مع كل الناس اللي مش بيسمعوا كويس، اللي هم الصم يعني.
She wants to help them. كانت عايزة تساعدهم. She learned sign language. عشان كده هي تعلمت لغة الإشارة. She can say hello. استطاعت ان هي تقول hello بلغة الإشارة. She can ask how are you. برضو اتعلمت ازاي تسأل حد تقول له how are you in sign language بلغة الإشارة. She learns how to say many things. اتعلمت ان هي تقول حاجات كتير. She talks to deaf people. وبقت تتكلم مع الناس الصم اللي ما بيسمعوش. Her friends like sign language. كل أصدقائها أحبوا لغة الإشارة اللي هي تعلمتها. Malak's friends want to learn sign language. عشان كده قولها كل أصحابها وقالوا لها علمينا علمينا لغة الإشارة. They say to Malak, please teach us some sign language. لو سمحتي علمينا بعض من لغة الإشارة. Malak and her friends sign to each other. بعد ما كلهم اتعلموا لغة الإشارة بقوا يتكلموا مع بعض بلغة الإشارة. Everyone can talk and they can use sign language. كل أي واحد منهم استطاع إن هو يتكلم وكلهم بقى عندهم القدرة إن هم يستخدموا لغة الإشارة. Malak finishes university. Malak كبرت زي ما احنا شايفين في الصورة اهي وخلصت الجامعة. She is very happy and proud. وأصبحت سعيدة جدا وفخورة جدا. مس مالك بصوا كبرت بقى دلوقتي. مالك صاحبتنا كبرت وبقت ايه؟ مس مالك. مس مالك is now a teacher. وهي دلوقتي معلمة. At a club after school. في نادي للتدريس بعد المدرسة. Some of the children can hear. في بعض الأولاد اللي معاها دولت بيستطيعوا إن هم يسمعوا. Some can't hear well. والبعض الآخر ما بيقدروش يسمعوا كويس. اللي هم السمع بتاعهم ضعيف شوية. Some of the children are deaf. وبعضهم بقى ما بيسمعش خالص. She uses sign language to talk to the deaf children. مس ملك بدأت تستخدم لغة الإشارة اللي هي اتعلمتها في ان هي تتكلم مع الولاد اللي هم مش بيسمعوا كويس. The hearing children watch Miss Malak singing with the deaf children. كانت قاعدة Miss Malak وبتغني هي والأطفال الصم دولت اللي ما بيسمعوش بلغة الإشارة وعمالة تغني معهم. They see the sign language. الأطفال اللي بيسمعوا كويس شافوها وهي قاعدة مع الولاد. They think it's great fun. هم اعتقدوا ان دي حاجة ممتعة جدا ان هم يغنوا بلغة الاشارة. They say to Miss Malak. عشان كده طلبوا من Miss Malak بيقولوا لها Can we learn sign language? ممكن تعلمينا لغة الاشارة. دول الولاد اللي بيسمعوا كويس برضو عايزين يتعلموا لغة الاشارة. Miss Malak is very happy. بعد كده Miss Malak اصبحت سعيدة جدا and excited ومتحمسة. She teaches the hearing children some sign language. عشان هي علمت الولاد اللي بيسمعوا لغة الإشارة. When the children come to the after school club, كل الولاد جم عند ميس ملك في النادي بعد المدرسة. They say وكانوا بيقولوا hello, how are you, and have a good day to Miss Malak. كانوا بيتكلموا مع ميس ملك ويقولوا لها مرحبا، كيف حالك؟ نتمنى لك يوم سعيد. All the children speak and sign to each other in the club. كل الولاد اللي كانوا موجودين في النادي بقوا يتكلموا مع بعض بلغة الإشارة. The hearing children الأولاد اللي بيسمعوا كويس sign to the deaf children بقوا يتكلموا بلغة الإشارة مع الأطفال اللي هم مش بيستطيعوا إن هم يسمعوا. They play together وبقوا يلعبوا مع بعض. All the children are very happy. الطلبة كلهم أصبحوا سعداء. And they have many friends. وكل واحد بقى عنده أصدقاء تانيين كتير. Malak says be happy
and help others, people can learn to talk with each other. بتقول لهم كونوا سعداء وساعدوا بعضكم البعض، الناس ممكن تتعلم ان هي تتكلم مع بعضها، كل الناس تتكلم مع بعضها، اللي بيستطيع ان هو بيسمع او لا يستطيع ان هو ما بيسمعش كويس، كلنا ممكن نتكلم مع بعض. ودي كانت نهاية Miss Malak's Dream، الحلم بتاع ملك. واستنونا في قصة جديدة على قناة مستر سيد. Goodbye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة مستر سيد التعليمية لشرح دروس اللغة الإنجليزية. هنستكمل معاكم سلسلة قصص اللغة الإنجليزية للأطفال، والنهاردة معدنا مع القصة المقررة على الصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، Malak's Dream. Malak's Dream يعني حلم ملك. دي القصة بتاعتنا، تعالوا نبدأ فيها مع بعض. تعالوا نبدأ القصة. بيقول لي This is Malak. This is Malak. اللي في الصورة عندنا دي بنت اسمها ملك. She loves teaching. She loves teaching. هي بتحب التدريس. She wants to be a teacher. هي تريد أن تصبح معلمة. When she is older. عندما تكبر. يبقى القصة بتاعتنا بتتكلم عن البنت اللي في الصورة دي اسمها ملك، وهي بتحب التدريس وعايزة تبقى معلمة لما تكبر إن شاء الله. الصورة التانية، ملك can't hear well. بس ملك ما لا تستطيع ان هي تسمع كويس، مش بتسمع بشكل كويس. She wears a hearing aid. عشان كده هي بتلبس هنا زي ما احنا شايفين في ودنها سماعة، سماعة بتساعدها ان هي تسمع بيه. That helps her to hear better. السماعة دي بتساعدها ان هي تسمع كويس. Sometimes Malak feels sad. في بعض الأوقات بتشعر بالحزن. Because some children can't understand her. لأنه في بعض الأطفال مش بيستطيعوا ان هم يفهموها. She wants to be a teacher. عشان كده هي عايزة تبقى معلمة. She can help people understand. ولما تبقى معلمة هتساعد الناس ان هي تفهم بعضها. Picture number 3، الصورة الثالثة. Malak goes to a special teacher. ملك راحت عند مدرسة خاصة. The teacher shows Malak how to read lips. المدرسة دي علمت ملك ازاي ان هي تقرأ الشفايف. Now Malak can see what people say. وبعد كده اصبحت ان هي تستطيع تقرأ الناس بتقول ايه من خلال قراءة الشفايف. انا لو واحد بيتكلم قدامي ومش مطلع صوت، ممكن من خلال حركة الشفايف اقدر اعرف هو قال ايه. Malak is very kind. ملك دي طيبة جدا. And likes playing games with her friends. كانت بتحب تلعب الالعاب مع اصدقائها. She talks to them. وبتتكلم معاهم. They can understand her. Because they learned sign language. هم بقوا يستطيعوا ان هم يتكلموا مع ملك عشان هم تعلموا لغة الإشارة. لما يكون حد مش بيسمع كويس انا ممكن اكلمه بلغة الإشارة. Malak talks to her mom. ملك كانت بتتكلم مع مامتها، بتقول لها I want to be a teacher when I am older. انا عايز ابقى مدرسة لما اكبر. Her mom says، مامتها قالت لها ايه؟ You can work hard. You can go to a university to be a teacher. انت لازم تجتهدي وتذكري عشان تقدري تدخلي الجامعة وتصبحي معلمة.
You are very clever. انت ماهرة جدا. You can help deaf children. انت هتقدري تساعدي deaf children اللي هم الطلبة اللي ما بيسمعوش كويس. You can help all children to understand each other. انت ممكن تساعدي كل الطلبة انهم يفهموا بعضهم، الطلبة اللي ما بيسمعوش والطلبة اللي بيسمعوا. ملك wants to speak to all deaf people. ملك كانت عايزة تتكلم مع كل الناس اللي مش بيسمعوا كويس، اللي هم الصم يعني. She wants to help them. كانت عايزة تساعدهم. She learns sign language. عشان كده هي تعلمت لغة الإشارة. She can say hello. استطاعت ان هي تقول hello بلغة الإشارة. She can ask how are you. برضو اتعلمت ازاي تسأل حد تقول له how are you in sign language بلغة الإشارة. She learns how to say many things. اتعلمت ان هي تقول حاجات كتير. She talks to deaf people. وبقت تتكلم مع الناس الصم اللي ما بيسمعوش. Her friends like sign language. كل أصدقائها أحبوا لغة الإشارة اللي هي اتعلمتها. Malak's friends want to learn sign language. عشان كده قولها كل أصحابها وقالوا لها علمينا علمينا لغة الإشارة. They say to Malak, please teach us some sign language. لو سمحتي علمينا بعض من لغة الإشارة. Malak and her friends sign to each other. بعد ما كلهم اتعلموا لغة الإشارة بقوا يتكلموا مع بعض بلغة الإشارة. Everyone can talk and they can use sign language. كل أي واحد منهم استطاع إن هو يتكلم وكلهم بقى عندهم القدرة إن هم يستخدموا لغة الإشارة. Malak finishes university. Malak كبرت زي ما احنا شايفين في الصورة اهي وخلصت الجامعة. She is very happy and proud. وأصبحت سعيدة جدا وفخورة جدا. مس مالك، بصوا كبرت بقى دلوقتي، مالك صاحبتنا كبرت وبقت ايه؟ مس مالك. مس مالك is now a teacher. وهي دلوقتي معلمة. At a club after school. في نادي للتدريس بعد المدرسة. Some of the children can hear. في بعض الأولاد اللي معاها دولت بيستطيعوا إن هم يسمعوا. Some can't hear well. والبعض الآخر ما بيقدروش يسمعوا كويس، اللي هم السمع بتاعهم ضعيف شوية. Some of the children are deaf. وبعضهم بقى ما بيسمعش خالص. She uses sign language to talk to the deaf children. مس ملك بدأت تستخدم لغة الإشارة اللي هي اتعلمتها في ان هي تتكلم مع الولاد اللي هم مش بيسمعوا كويس. The hearing children watch Miss Malak singing with the deaf children. كانت قاعدة Miss Malak وبتغني هي والأطفال الصم دولت اللي ما بيسمعوش بلغة الإشارة وعمالة تغني معاهم. They see the sign language. الأطفال اللي بيسمعوا كويس شافوها وهي قاعدة مع الولاد. They think it's great fun. هم اعتقدوا ان دي حاجة ممتعة جدا ان هم يغنوا بلغة الاشارة. They say to Miss Malak. عشان كده طلبوا من Miss Malak بيقولوا لها Can we learn sign language? ممكن تعلمينا لغة الاشارة؟ دول الولاد اللي بيسمعوا كويس برضو عايزين يتعلموا لغة الاشارة. Miss Malak is very happy. بعد كده Miss Malak اصبحت سعيدة جدا and excited ومتحمسة. She teaches the hearing children some sign language. عشان هي علمت الولاد اللي بيسمعوا لغة الإشارة. When the children come to the after school club, كل الولاد جم عند ميس ملك في النادي بعد المدرسة. They say وكانوا بيقولوا hello, how are you, and have a good day to Miss Malak. كانوا بيتكلموا مع ميس ملك ويقولوا لها مرحبا، كيف حالك، نتمنى لك يوم سعيد.
all the children speak and sign to each other in the club. كل الولاد اللي كانوا موجودين في النادي بقوا يتكلموا مع بعض بلغة الإشارة. The hearing children، الأولاد اللي بيسمعوا كويس، sign to the deaf children، بقوا يتكلموا بلغة الإشارة مع الأطفال اللي هم مش بيستطيعوا إن هم يسمعوا. They play together، وبقوا يلعبوا مع بعض. All the children are very happy، الطلبة كلهم أصبحوا سعداء. And they have many friends، وكل واحد بقى عنده أصدقاء تانيين كتير. Malak says be happy and help others، people can learn to talk with each other، بتقول لهم كونوا سعداء وساعدوا بعضكم البعض، الناس ممكن تتعلم ان هي تتكلم مع بعضها، كل الناس تتكلم مع بعضها، اللي بيستطيع ان هو بيسمع او لا يستطيع ان هو ما بيسمعش كويس، كلنا ممكن نتكلم مع بعض. ودي كانت نهاية مس مالكس دريم، الحلم بتاع ملك. واستنونا في قصة جديدة على قناة مستر سيد. جود باي.